أهلا بكم مشاهدينا. بينما يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولته في المنطقة، أشارت صحف أجنبية إلى أن الزيارة هي الفرصة الأخيرة لتجنب الاجتياح الإسرائيلي لرفح، وأنها تأتي ضمن جهود مكثفة لإدارة بايدن في الأيام الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب على غزة، ومن شأنه أيضا أن يطفئ الغضب داخل الجامعات الأمريكية ويقلل التوترات الإقليمية. صحيفة وول ستريت جورنال أشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيضغط على نتنياهو من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لأنه مع توسع الاحتجاجات ضد الحرب على غزة داخل الجامعات الأمريكية يحتاج بايدن إلى اتفاق لوقف الحرب من أجل تخفيف الضغط الداخلي بشأن الصراع. وفي المقابل نتنياهو يحتاج أيضا إلى دعم الولايات المتحدة لإسقاط اتهامات محتملة قد تواجهها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب في غزة. كما رأت الصحيفة أن الموافقة المبدئية لإسرائيل على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار تمثل تحولا في موقف نتنياهو، ولكن قد يكون القبول به صعبا بالنسبة إلى السياسيين اليمينيين المتطرفين الذين يعتمد عليهم رئيس الوزراء في ائتلافه الهش. لذا المشهد السياسي المعقد في إسرائيل قد يعرقل مهمة بلينكين، إذ تهدد الأحزاب اليمينية داخل ائتلاف نتنياهو استمرار حكومته إذا وافق على وقف إطلاق النار. كما نقلت الصحيفة عن محللين أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل أفضل مما كانت عليه، ولكن هذا يمكن أن يتغير بسرعة إذا شعرت إدارة بايدن أن نتنياهو يماطل في أي صفقة. ننتقل إلى الصحيفة التالية. بدورها رأت صحيفة واشنطن بوست أن جولة بلينكين في المنطقة هي الفرصة الأخيرة لتفادي تصعيد جديد والضغط من أجل قبول اقتراح وقف إطلاق النار بحسب ما يرى المسؤولون الأمريكيون، إذ إن المحادثات الجارية حاليا ربما تكون الأمل الوحيد المتبقي قبل أن تنفذ إسرائيل خطتها بالهجوم على مدينة رفح جنوبية غزة، لا سيما في ظل التحذيرات الدولية من الكارثة التي يسببها هذا الهجوم. فبالنسبة لمئات الآلاف الذين فروا من المرض والمجاعة والقصف الإسرائيلي، فإن اجتياح رفح من شأنه أن يسبب مزيدا من القتل. كما اعتبرت الصحيفة أن أسئلة عدة تخيم على زيارة بلينكين، منها ما إذا كانت إدارة بايدن قادرة على إقناع الحكومة الإسرائيلية بالقبول بالدولة الفلسطينية في نهاية المطاف، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يتصوره المسؤولون الأمريكيون لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. ولفتت إلى أن وجهات النظر المتضاربة داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، فضلا عن رفض نتنياهو القاطع لحل الدولتين، تشكل عقبة أمام خطة بلينكين لتحقيق الاستقرار في المنطقة. إلى الصحيفة التالية، نقرأ الآن في صحيفة نيويورك تايمز التي توقفت عند تصريحات نتنياهو التي أكد فيها الإصرار على اجتياح رفح. واعتبرت الصحيفة أن نتنياهو يصر على اجتياح رفح لتحقيق ما يسميه النصر الكامل من دون النظر في الاختراقات المحتملة في مفاوضات وقف إطلاق النار. كما رأت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كان التهديد بالاجتياح تكتيكا يهدف إلى الضغط على حماس أو استرضاء المتطرفين في الائتلاف الحكومي. وبينما لفتت إلى أن تصريحات نتنياهو تأتي بالتزامن مع زيارة بلينكين الذي كان إلى جانب مسؤولين آخرين في إدارة بايدن يضغطون على إسرائيل لتجنب هجوم كبير على رفح من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. وأضافت أن بلينكين ومساعديه يحاولون العمل
على مجموعة من القضايا في المنطقة، منها الأزمة الإنسانية في غزة والحل السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. إلى هنا تنتهي جولة الصحافة وعودة